ولنقاش ملف تزايد الوفيات بسبب فيروس كورونا في العراق، في ظل الحديث عن البدء في استخدام لقاح جديد ضمن الخطة العلاجية في للمصابين بالفيروس في العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. مع تزايد اللافت لأعداد الوفيات بفيروس كورونا في الساعات الماضية، ما أسباب هذا التزايد بشكل مرعب في الساعات الأخيرة؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. ستي العزيزة، الوضع الصحي بالعراق انهار، نقطة على السطر، انهار، يعني انهار بما تحمله هذه الكلمة من بدليل، دليلين عندي أنا هسه. أحمد راضي الشخصية الرياضية المشهورة المعتبرة زين قصروا بعلاجه، وهسه تكرموا الأردنيين راح ينقلوه من العراق إلى الأردن، هاي وحدة. قائد عمليات بغداد أصيب بطارئ وعائي اللي هو جلطة دماغية، فهمت عليه؟ هم نقل إلى تركيا وتوفى هناك. يعني الوضع الصحي في مستشفيات العراق مع الأسف يرثى له. أعداد كورونا دا تزداد. نعم تفضل. أعداد كورونا دا تزداد بسببين، سببين: الدولة مو حريصة على حياة الناس، هاي نقطة، والنقطة الثانية قلة الوعي عند الناس. نعم فقط نتحدث عن الخطة العلاجية التي اعتمدت في العراق والتي تم تغييرها اليوم بإعلان وزير الصحة بأنه سيتم الاعتماد على العقار الروسي لعلاج المصابين بكورونا. ما مدى فعالية هذا العلاج، وهل تم إجراء اختبارات سريرية كما تجرى في كل الدول قبل بداية اعتماد هذا الدواء على المصابين؟ ستي العزيزة، هذا العلاج جرى في روسيا فقط حصرا، واكو مباحثات على اساس دزولهم كل المعلومات والدي ان هذا، فعلى اساس روسيا بعد 15 يوم تصدر. الان هسه قالوا اكو شركه مال ادويه في كردستان راح تصنع هذا الدواء للتوزيع بالعراق. وزير الصحه حكى قال خلال اسبوع، بس انا كطبيب واحنا كاطباء نشوف الوضع مالتنا ممكن يستغرق اكثر من شهرين، 3 اشهر. بعدين خلينا نكون منطقيين، يعني ما اقر من منظمه الصحه العالميه. فكيف يستخدم العراق؟ قالوا حق التجارب، الشعب العراقي حق التجارب. شوف. هذا كله تخبط، لا تخبط في وزاره الصحه. يرى البعض أن الإعلان عن تصنيع هذا الدواء هو تصريح للاستهلاك الجماهيري ومجرد تصريح سياسي، هل برأيكم الوضع الصحي الذي يعيشه العراق اليوم يتحمل مثل هذه التصريحات التي تتلاعب إن صح القول بأرواح الآلاف من المصابين؟ صادقة، هو هذا تأييد كلامك. نعم، نوع من يعني الكل كيف تستفاد من وراء الناس. يعني هذا الرقم، شوف أنت الرقم اليوم مثلا معنا 73، اول البارحه 83، هذا الرقم اضربيه في 2. المستشفيات كلها فول بيت، يعني هسه احنا اللي يجي المريض للمستشفى وحتى المسحه بوزيتيف نقول له احجر نفسك وهذا الدواء وروح اشتري من برا، ما عندنا دواء بالمستشفيات، فنكون منطقيين، فليش تكذب على نفسنا؟ نعم. كيف يمكن عموما كيف يمكن تقييم خطة وزارة الصحة لمكافحة الوباء، لا سيما وأن مفوضية حقوق الإنسان كانت قيمتها بأنها لم تعتمد على أسس علمية واضحة؟ صحيح، يعني هم دول يحكون صحيح، بس احنا نعرف هسه القائمين على وزارة الصحة مع احترامي لهم، فهمت علي؟ عليهم نقاط علامات استفهام، يعني ما عندهم تجربه بالوبائيات بالامراض الوبائيه. يعني خطط ما عندهم، خطط ارتجاليه، كلها ارتجاليه. هسه الرجال مدير عام صحه الكرخ بدا يشتغل، حاربوه قعد الرجال، قالوا له صرح. نعم ما صرح، باي باي. شكرا جزيلا لكم طبيب إبراهيم سليمان، كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد.